تواصلنا مستمر مشاهدينا الاعزاء، انطلاقتنا مستمره بارضيه هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، حيث تعلن قبل قليل انطلاقه جديده للشوط السادس الخاص بالقعدان الحقائق 3 كيلو مترات. التذكير بان التوقيت تحت اقدام شاهين لعلي بن سعيد الزرعي في هذه الاجواء الممتعه التي تأتي إضافة متعة على مشاهدة السبق والندر الحاضرة في صباح هذا اليوم في ملتقى صندوق ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث والسباق الذي يقام لأول مرة لهذا السن، سن الحقائق، يصفر اللقاية بمشيئة الله بعد أيام. انطلق هذا الشوط وننطلق بالمتابعة للمراكز المتقدمة، وفي المركز الأول شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد بن بخيت الشامسي، المركز الثاني مروح احمد بن سالم بن هويمل العامري، بينما المركز الثالث من الجانب الاخر من تدخل ايضا شعار بن عرطي من الجانب الاخر، او هذا شعار بن كلثم. شعارات تاتي ايضا بالتدخل من مركز الى مركز متقدم في هذا الانطلاق. شوف الاختلاط ما بين القعدان مع بدايه نداء الاول، ولم يعطن لنا المجال في تعداد الخمس المراكز الاولى، ولكن نعود من جديد لاستبيانها امام متابعينا الكرام. مدلل فري بن صبيح بن محمد المخبي يتقدم الى الصداره، مروح احمد بن سالم بن هويمن العامري، ثالثا شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد بن بخيت الشامسي، ورابعا يتواجد كذلك شعار بن عرطي محمد بن سهيل بن عرطي الحميري، يتقدم ايضا مع المركز الرابع والمركز الخامس شاهين خميس بن سالم العفاري، ياتي ايضا في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي مع ايضا المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى، هذه النتيجة للاسماء المتقدمة المنطلقة امام حضراتكم، حيث نعود من جديد مع انطلاقة هذا الشوط سادس اشواط صباح هذا اليوم. مدلل فري بن صبيح بن محمد المخيبي يتقدم ايضا على الصدارة وعلى المركز الاول، مروح احمد بن سالم بن هويمن العامري ياتي في المركز الثاني، خميس بن سالم العفاري يقدم شاهين مع المركز الثالث المركز الرابع، وصل ايضا شعار مطر بن محمد بن السير بن عرط الحميري مع صوع في المركز الرابع، المركز الخامس هملول علي بن السيل اليبهوني ياتي مع خامس المراكز. هذه القعدان المتنافسة، بداية الدخول لوحة الكيلومتر الأخير التي نصل إليها في هذه اللحظات، هذه اللوحة التي بدأ أيضا انطلاقة مدلل على مقدمة هذا الشوط، بدأ ينفرد بالمركز الأول فري بن صبيح بن محمد المخيبي، يتقدم أيضا مشاهدينا الأعزاء على الصدارة وعلى المركز الأول. هملول اليبهوني يتحرك أيضا في المركز الثاني، ركز يا أبو خالد وتابع، تبقت أيضا مسافة ما بيننا ما بين خط النهاية حوالي 700 متر على خط النهاية. المخيبي على الصدارة، اليبهوني على المركز الثاني، أسماء قوية تأتي بالتنافس لدى مقدمة هذا الشوط، والناموس محتار ما بين الاثنين ما بين شعار المخيبي واليبهوني، ولكن يبدو أن اليبهوني قادم بقوة، يبدو أن اليبهوني قادم بقوة. هملول علي بن سيل اليبهوني يتقدم إلى الصدارة، يأتي بالمركز الأول ليعلن بهذه الانطلاقة لدى صدارة هذا الشوط. هذا اليبهوني والمخيبي بمحاولاته المستمرة التي أيضا يأتي بها فلي بن صبيح المخيبي على المركز الثاني، ولكن مع المقدمة نسير، مع الإبداع ننطلق، مع العروض الممتازة نشاهد وتشاهدون مشاهدينا الأعزاء هذه الإبداعات بهملول اليبهوني. تهانينا لعلي بن سيل اليبهوني على فوز هملول بالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية.
بهذا الإبداع الكبير والانطلاق المميز ووصول إلى خط الناموس أمام حضراتكم المركز الثاني لفري بن صفيح بن محمد المخيبي بانفراد تام مع الاثنين، بينما المركز الثالث فكان الصوع لمطر بن محمد بن سهيل بالعرطي، رابعا لخبيث بن سالم العفاري، وخامسا لعلي بن سعيد الزرعي. التوقيت 4:38.